ده كلام كويس جدا، ولكن ايضا على الجانب الاخر هناك مكاسب عديده جدا في هذه المباراه، اللي هي مباراه امبي. احنا رجعنا شويه لورا لان احنا ما تقابلناش من يوم لا. مباراه طلائع وهم الجيش، مربوطين ببعض بصراحه، وهم بالظبط هم مربوطين ببعض، يعني ماتشين ثلاثه او يومين ثلاثه ما بينهم وما بين بعض. ولكن في النهايه ايضا النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا هناك مكاسب عديده في مباراه امبي. انا اعتقد ان من وقت يعني في من لحظه الانتصار بتولد لحظات الانتصار. يعني احنا قبل كده كنا خسرنا من سان داونز يعني، حلو وكانت الكلام هزيمه الفلسفي ده. يعني ليه؟ من لحظه لحظة الانكسار بيولد بتاعتي الانتصار. دي مهمه جدا. ليه؟ لان انت مفيش فرقه بتكسب على طول. طبعا اكيد ممكن يكون طبعا المدرب كان مثلا غير موفق، اللعيبه كانت غير موفقه، طبيعي. وعلى فكره هم اعترفوا يعني كل اللاعبين. انا الميزه بالنسبه لي بمناسبه كلامك يا كريم، الميزه بالنسبه لي يمكن عشان اتكلمت مع معظم اللعيبه، لكن انا الميزه بالنسبه لي ان اللاعبين اعترفوا بذنبهم وتقصيرهم في هذه المباراه، وبالتالي ان انت لما بتكلم لاعب برضه وتقول له انت ما كنتوش كويسين يقول لك ايوه انا عارف ان انا ما كنتش كويس، وان انا الفتره اللي جايه والجمهور وهعمل واخلي واسوي، ان اللاعب يقول كده اعتقد ان دي بدايه جيده برضه. صح، في دي بدايه جيده لكل الناس، يعني تصحيح الاخطاء اللي حصلت في المباراه او في الفتره اللي فاتت تحديدا، ده امر جيد. يعني انت الانكسار اللي حصل ده انت بتبني عليه، كان ممكن يكسب وكان ممكن كنا ممكن نكسب ونداري على الخطا وما نحسش، كان يبقى انتصار خادع مثلا، لكن انت خسرت وفي نفس الوقت بتتعلم من الاخطاء، وده النادي الاهلي اتعلمنا كده على طول في مدار تاريخ النادي الاهلي، ان احنا بنتعلم من الاخطاء اللي وقعنا فيها واللي حصل فيها عشان نصلح عشان نبني للي جاي. ده المهم جدا، وده اعتقد ان بدا يحصل في مباراه انبي. يعني في انا بشوف ان بدري بانون دخوله يعني بصراحه واحد من ما كانش بيلعب مثلا في المباراه اللي فاتت، اليو ديانج الدبابه البشريه ما كانش موجود، برضو وجوده في الاثنين المحترفين تحديدا، المحترفين احنا جايبينهم عشان يدوا لك الفارق، سواء بدري بانون سواء اليو ديانج سواء واحد زي علي معلول سواء ميكوسوني سواء بيرسي تاو. لكن المباراه طبعا مباراه امبي احنا تفوقنا فيها في كل شيء. طبعا انا بشوف ان امبي كان اقل شويه من طلائع الجيش فنيا على مستوى اللعيبه على مستوى القدرات، بصراحه امبي اقل شويه، ولكن انت تفوقت في كل شيء، تفوقت في الاستحواذ، تفوقت في التمريرات، تفوقت في المحاولات، تفوقت في الضربات الركنيه، كل شيء. ده ما ينفعش ننكره، يعني لو استعرضنا الارقام هتلاقي مثلا النادي الاهلي الاستحواذ بتاعه كان يعني 69%. انا الحقيقه قبل بس ما اتكلم على مباراه امبي، لان انا لفت نظري، لان انا فاكر الرقم ده، احنا فاكر ان احنا قلنا على التمريرات الطوليه، على التمريرات الطوليه ما قبل مباراه الجيش. صح، قبل مباراه الجيش قلنا ان هي 48 48 قلنا للجيش و44 للاهلي، حتى قلنا ان هي متقاربه جدا. في المباراه الثانيه اللي هي مباراه السوبر كانت 52 او 52 في 120 دقيقه، 120 دقيقه، وبالتالي تقريبا هو نفس حضراتكم حذرتوا من يا جماعه ان احنا لازم يعني نلاقي حلول. احنا ليله المباراه قلنا لازم نلاقي حلول للتكتل الدفاعي، وقلنا نفس الطريقه اللي هيلعب بيها كابتن عبد الحميد بسيون اللي هي 4-5-1 وبتتحول، وان هو النتيجه نفس الاسماء كمان، نفس الاسماء، والنتيجه لو استمرت قلنا هيدفع بمدافع ثالث وهيقفلها وهتقلب بخمسه ورا، وده اللي حصل بالظبط. قلنا ان كان لازم يبدا حلو، هو اللي انا وجهه نظري كانت المشكله في التاخير في التغييرات. انت من بدري كان لازم يبقى عندك جرأه هجوميه، خاصه ان المنافس زي ما كريم قال قل بدنيا، فانت كان من زمان يعني من بدري من بدايه الشوط الثاني وفنيا من بدايه الشوط الثاني كنت تقدر تدفع بحساب عشان كده عارف يا كريم، هو ده اللي مزعل الناس، ان انت انا خسرت بطوله ما كانش المفروض ان انا اخسرها، ولكن